المهرجان الدولي أوروبا شرق للفيلم الوثائقي بمدينة طنجة يوم أمس ستاره بعد أن توج العديد من المشاركين في ختام فعاليات دورته الخامسة والتي جرت بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ. عرف حفل الاختتام تتويج فيلم انتظار لمخرجه السويدي إيميل لانغبال الجائزة الكبرى للمهرجان، في حين عادت جائزة الشركة المغربية للإذاعة والتلفزيون لفيلم دماء على نهر السين للمخرج المغربي مهدي بقار، وفاز فيلم ظهور بيتومين لمخرجتيه الفرنسيتين كارين موراليس وكلوديا بيركارد بجائزة ابن بطوطة للتفرد، كما حاز المخرج الفلسطيني جائزة ابن بطوطة للسيناريو عن فيلم اصطياد أشباح. أما جائزة ابن بطوطة للإخراج كانت من نصيب المخرج العراقي أحمد زرادشت عن فيلم لا مكان للاختباء. حفل الختام عرف أيضا حضور محمد العرج وزير الاتصال والثقافة، والذي أشاد بالمضي ومواكبة المجال الثقافي وأن المهرجان مبادرة تأتي لتعزز مسار الاستثناء المغربي كبلد يلتقي فيه الشرق والغرب، وهو بلد تعزز فيه قيم الانفتاح والتواصل والعمل الجماعي والمشترك. وبصورة سيلفي جماعية وبابتسامة مشرقة على محيا المشاركين، هكذا اختتمت الدورة الخامسة من المهرجان الدولي بمدينة طنجة.